عمرك بين 35 سنة وعايش في تونس. دول عجيب ودولة تجري قاريو. ملا اسمعني للاخر وركز معايا بالكدا باش تعرف شنو هي محلك من الاعراب في بلادك. So let's go. البلدان الاخرين الكل الشاب هو انسان عمره بين 15 و 30 سنه يتمتع بحقوق وواجبات تخصه، كان في تونس يسمونه فاشلين وما نعرفوش نخمموا، وصغار والاكثر من هيك يقولوا علينا فروخ. انا مش مشكل مثال، واحنا اللي جينا نحط في قالب فدلكه نجمو نخرجوا 1000 حل سيرتو للبلاد. مش تبدا عمرك 70 سنه سنونك طايحه وتتكلم بالمعوج وزيد ما زلت مكبش عمرك ما قدمت بالبلاد خطوه واحده برك. حبيت نرجع بكم ليميسيون بلقينا بالتحديد الفيديو بتاع 10% وقت اللي حكى على البلاد فصان ضحك برشا وبيان سور صارت بوليميك عليها الحكي. ما يقارب 87 دوريه حبستنا. هتسمك بطاقة تعريف، بابي سكوبار قالوا نحن ماناش برشا 12 مليون تونسي ولا 13 مليون يهزونا اخوي 5 ملايين 5 ملايين فرقونا على الدول. نحن رانا ريتنا بكراهبنا بكاميراماتنا بنتها معانا بالاذاعه بالدنيا الكل نجو نهش في الصين، فهمت كيفاش؟ صارت بوليميك عليه على خاطره عبر وحكاه على وضع البلاد، عطاه حل ينجم يكون خيالي وفي نفس الوقت ضحك شطر شعب تونس. وجات الفئه بين ال 60 و 80 سنه وبما فيهم مجلس العجز، وقالوا عليه انه ماهوش قاري ماهوش فاهم الدنيا شيء وانسان فاشل. وقت اللي هو هيك تي لابس ميليتير ماني ام هاي هاي خدم شنو خدم؟ هاي انا جندي اول اشرف المي بالافياسيون طيران. وزاد استغل فرصه التلفزه باش يوري الموهبه اللي فيه. ابسط اكزامبل تدخل تتفرج على القائمه في اي مجلس بلد تلقى نسبه 99.99% كبار، وكيما صارت برشا مرات اي جان باش يترشح للانتخابات يجي في المرتبه الاخرانيه كيما شفنا في الانتخابات اللي فاتت، ويتم استدعائه الى قناه تلفزيون باش يقشطلوه بكل شفافيه وروح رياضيه. اه بنان اسرعوا بنان ومدوها للوزراء خليهم خويا يتصرفوا خليه ياكلوا البنان. انا ودي نروح له بالكرد عشان اكرد. اما سيريوزمون شباب اليوم مستحقين لبلاد. وقت اللي بلادهم خلتهم يحكوا في دي سيجي تاع عباد متيقره من الوضع جمله، اما هما من داخل ينجموا يعملوا حاجات كان يسيبوهم تو تونسي فرقعوه، مش فرقعوه بمعنى النيجاتيف، فرقعوه بمعنى البوزيتيف. وانا اليوم حبيت نوريكم شويه من برشا، خليكم تكملوا الفيديو مع الموسيقى البنينه and see you next time. عيش حرام مصباح لي نوفليل حوم جرام مصباح لي نوفليل عنيد في جرة غرام مصباح لي نوفليل مصباح لي نوفليل. خليني احكي لك علي السار واللي مازال ما صارش، خليني احكي لك عن نزل اللي مازال ما طارش، نحكي على اللي اللي جاه كف وفرش علي عنده يكون يخدم له في حياته ما حارش. يا الكلام وينو على شكون مش عليها علينا احنا، احنا شكون تبقى مني كمال المان عمرنا ما ارتحنا. احنا ليه وقت لازم تكذب باش تعيش كان احنا صارحنا، حتى كان نوينا العيب لو قلبنا الباهي فضحنا، حتى كان نوينا العيب لو قلبنا الباهي فضحنا. يا قالك كتعب وجري وجري باش توصل للي تحب عليه، انا نقولك مش كيف اللي جا في تاكسي كي اللي جا على ساقي. يا كنا نقولو قيل وقال فما كان كلامك تمشي بيه، فما كان كلامك تمشي بيه تاني. فما كتاب يتحل وقت كتابك يتسكرو، زاد عيني تتحل وقت عينك يتسكرو، شكون في السرير وحل وشكون على خدمه مبكرو، وقت الضمير الحل شواتنك هما اللي يفكرو. يا بسيكوبات يحاول في العبيد يداوي وش حب يمثل دور الراوي، قدام العبيد متربي وقوة كبدة مشاوي. يا قديش بنفصله زاد يطلع فرخ ضاوي، زاد يطلع فرخ ضاوي. وقت نتيري قد في الليل فما شكون دمو يسيل،